محتاجين ندعم بالزنك. أوكي. بلس ان الزنك عنصر اساسي لدعم المناعه. Yeah. على طول اول ما يجي لنا كده برد هنقول زنك وفيتامين سي ونحاس. طبعا عندي نحاس كمان مع الفمالتي دي خدت بالي. عندي فيتامين هي اللي هو فيتامين اي ده اعلى مضاد اكسده ربنا خلقه. طب احنا ناخد مداخله ونستكمل مع بعض تاني بقيه الوقت. اسمحوا لنا معانا مداخله. معانا هاله. اهلا وسهلا اتفضلي يا فندم. اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا. بص حضرتك صدقيني المنتج ده رائع جدا. انا كنت بشتغل بالليل كنت بحس ان انا جسمي متاخده ومعايا اولاد ثلاثه اولاد ما كنتش بقدر اقاوم في الشغل ولا اقاوم في اي حاجه وكنت شعري ده كان بيقع بطول وضفاري بقت تتكسر. انا خدت عبوتين انا استخدمت بعد الشر عليك. فحسيت ان انا يعني في حاجات كتيره لقيت جسمي كان فيها جسمي اتنشط كده جسمي لقيت الشات بدل الشات ولقيت في حاجات كتيره حلوه خالص فيه بامانه يعني صح. انا حبيبتي بامانه بجد يا مدام هاله انا مبسوطه قوي قوي بتليفونك حضرتك. انا اريا حضرتك من البحيره صح مدام هاله؟ من المنيا يا دكتور. من المنيا. اوكي طبعا سلامي لكل حبايبنا في المنيا. مبسوطه جدا بتليفون حضرتك ومبسوطه جدا بالفيدباك ومبسوطه جدا انه حضرتك مرتاحه عليه ودي حاجه تبسطني وتشجعني ان انا يعني على طول اطلع يعني على طول اتكلم بقلب. انت عارفه يا عظيمه الناس الريل طبعا. اللي هم مدام هاله اللي بتتكلم وهي اللي اتكلمت وقالت انا عايزه اطلع اقول تجربتي دي حاجه تسعدني جدا جدا. ومدام هاله ايه رايك في سعره بصراحه يعني بدون مجاملات؟ جدا انا بصراحه عمر ما جبت حاجه من التلفزيون اول مره اتفرج في التلفزيون واجيب حاجه بس بجد سعره هاي ده ثقه من يعني ثقه كبيره يعني وشرف على راسي والله العظيم يا مدام هاله تسلمي لي وكل ذوق. انا نفسي يعني بصراحه اي منتج تطلعيه نفسي حبيبة قلبي وأنا على قد ثقتك وثقة الناس فيا. تسلمي لي يا حبيبتي وكل سنة وحضرتك طيبة وكملي عليه ما يعني أنا على طول بقول ألف مبروك. بقالك قد إيه مدام هلا بتاخديه؟ يعني أنا أخدت عبوتين شهرين ما يقولك شهرين يعني خلصت واحدة والثانية جربت تخلص وأنا لما ما شاء الله لأن ممكن تلاقيه في الصيدلية بس أنا بصراحة لسه ما خدتوش عليه في الصيدلية حبيبتي. معرفش متوفر عندنا هنا ولا لا؟ متوفر طبعا يا فندم متوفر. احنا متوفرين في سلسلة صيدليات كبيرة مش بقول الاسم الصيدليه بس هي معروفه جدا وسلسله الصيدليات الكبيره موجوده حضرتك في المنيا موجوده اكيد الارقام اللي على الشاشه بقى يا اما لو مش عارفه توصلي للصيدليه اللي بقولك عليها عندك حضرتك بستاذن الرقم على الشاشه ما هو حضرتك جبتيه اكيد يا اما من الرقم على الشاشه يا اما من الصيدليه ما عندناش اي منفذ بيع تاني فقراري الطريقه يا اما من الرقم على الشاشه يا اما من الصيدليه يا فندم. بنشكر حضرتك مدام هاله نورتينا. طبعا بصي هو يعني دي حاجه حلوه ان الواحد بتقول لك ما جربتش منتج في التلفزيون. ايوه على فكره الناس اللي بطبيعتهم دول يعني ايه بيقولوا فعلا ودي بتبقى حاجه جميله ان طبعا. الواحد يقول العيوب والمميزات. ما انا قلت لها بدون مجامله قولي لي السعر عجبك ولا لا. انا طبعا بالنسبه لي ببقى مبسوطه لانه بصي هو السعر ساعات بيربط الواحد انه يبقى نفسه يجيب الحاجه بس السعر ممكن يكون عائق لناس كتير وناس كتير من حقها ان هي تحصل على اي منتج فيه مكمل غذائي يدعم صحتها اللي هي محتاجاه. فانا دي طبعا شكر خاص للشركه اكيد لان هم حطوا رقم يعني متناول كل الفئات. طب احنا معانا تليفون تاني. طب مين معانا الاسم؟ طيب ماشي هيجي لنا يرجعوا يكلمونا مره تانية. طيب خلينا نستكمل الاول بقيه النسب اللي موجوده أوكي. من انا قلت فيتامين سي وقلت فيتامين ايه وقلت لنا الزنك والزنك فيتامين ه اللي هو فيتامين ايه طبعا ده اقوى مضاد اكسده فيتامين ايه مهم. يمكن ما قلتش ان فيتامين ايه بيدعم الخصوبه للسيدات لانه بينشط لي بيعزز لي اي حاجه مضاده للاكسده بتقللي الالتهابات اوتوماتيك بيعزز لي الدوره الدمويه فبتلاقي ان الدوره الدمويه بيحصل لها تعزيز في منطقه المبايض عندها كويس. فبيعمل تنشيط او بيعمل تدعيم للخصوبه وليس علاج أوكي. برضو ارجع اقول فيتامين سي مهم لحاجات كتيره اولا مناعه ثانيا لانتاج الكولاجين بعد في العشرينات الحقيقه بيقل وده بروتين مهم قوي للغضاريف في العشرينات. طب قول البنات بقى في العشرينات مش انا على طول بقول البنات من سن 20 سنه تبتدي تحط كريمات على بشرتها فيها فيتامين سي وكده لان بتاخري جدا النمو او ظهور التجاعيد. ما انت لو الكولاجين قل على طول بشره شحبه
بشرة فيها خطوط، هما بيتعبوا امتحانات وهرس طول السنة وتحت العين مش عارفة ايه، ففيتامين سي رائع. يمكن فيتامين سي كمان مهم ليه جدا جدا، امتصاص الحديد. اه صح، ده من الاساسي. يمكن دكاتره لما بيلاقوا نقص حديد مثلا بيرشحوا هناخد فيتامين سي، هناخد الحديد الفلاني وخد معاه فيتامين سي صحيح عشان يمتص. طيب عندي ايه كمان داخل قلب مالتي فيتامين؟